المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC العالمية الأستاذ السيد مازن الحايك، أهلا وسهلا فيك دائما عبر ميوزك نيشن. شكرا، أهلا وسهلا فيكم جورج، شكرا على حضورك. لا شك أنتم دعيتم اليوم إلى هذا المؤتمر الصحفي كل الصحافة اللبنانية والعربية، ولا شك أنه ختمنا موسم عرب جات تالنت الموسم الثاني بفوز المشتركين خواطر الظلام من السعودية، وأيضا الموسم الأول كان من نصيب المصري أيضا عمر قطامش. لا شك أنه تحضيرات للمشروع، مشروع الخطة الثالثة فينا نقول لأرابز جات تالنت سيزن 3، فكيف تحضيراتكم للموسم المقبل؟ أولا موسم الثاني كان نجاح باهر، تخطى كل التوقعات، قلت لعدة أسباب، أولا لنوعية وحجم المشاركات وتأديات، ثانيا لنسب المشاهدة، ثالثا لتفاعل الجمهور مع البرنامج بموسمه الثاني على شبكات التواصل الاجتماعي، أضف إلى ذلك صار حالي، صار المشارك بالبرنامج بمثابة رابح، كمان سررنا أنه العائلة العربية تجتمع حول التلفزيون كل نهار جمعة على MBC 4 من عمر 6 إلى عمر 66 ومن كل الشرائح الاجتماعية لمشاهدة، هذا فخر لنا بنعتز فيه. التحضيرات بدأت للموسم الثالث، الكاستينج بلش، عدة مدن ودول عربية على قدم وساق، 2013 هو الموعد بإذن الله، بيعود بالخلطة السحرية نفسها على MBC 4 مع بعض التعديلات طبعا بالوجوه وبالفرق المشاركة اللي هي كلها جديدة راح تكون. عرب آيدل، عربز جات تالنت، قريبا ايضا هناك برنامج ذا فويس، بس انا هون النقطه MBC تصل الى كل شرائح المجتمع في العالم العربي وكل فئات المجتمع في من المحيط الى الخليج العربي، لكن الاختيار على محطه MBC كمنبر اعلامي لبناني لتطلوا من خلاله وتنقلوا سواء برنامج عرب ايدل بموسمه الاول وعرب جات تالنت بالموسم الثاني، ويمكن هناك التعاون مستمر مع المؤسسه اللبنانيه الارضيه، فشو سر هذا التعاون ولماذا MBC برايك بتضمنوا هيك حقكم بانه توصلوا الرساله لكل المجتمع اللبناني أيضا؟ أولا كان في رغبة من المؤسسة اللبنانية لإرسال MBC أنها تعرض عدة برامج، أخذوا آيدل، أخذوا جات تالنت، أخذوا روبي، وأخذوا فاطمة، إذن الرغبة أتت منهم. ثانيا هذه منا جديدة على MBC، نحن بنعرض كنا برمضان باب الحارة، عرضناه مع نيو تي في وعرضناه مع المنار، إذن وام تي في، موضوع الشيرينج اوف كونتنت هو منه جديد على MBC. بموضوع MBC بقول لك MBC هي رائدة بلبنان، حبوا ياخذوا المحتوى واستحوذوا عليه، ونحن كان لنا يعني تقدير لمساهمات MBC كقناة رائدة بلبنان بعرضه على الأرضية بلبنان. أستاذ مازن، عرب جات تالنت لا شك أنه يعرض عبر MBC 4 وعرب أيضا يعرض عبر MBC 1، فأدي برأيك عرب جات تالنت قريب من أنه يكون برنامج غربي ليعرض عبر محطة مثل MBC 4، خاصة أنه توجه MBC 4 كان للبرامج الغربية قبل ما تغيروا شوية التوجه ليصير مسلسلات أكتر يمكن عربية، وعرب أيضا عبر MBC، فليه ما بينعرض عرب جات تالنت عبر MBC 1 أيضا؟ هيدي تخضع لاستراتيجية المجموعة، ماذا نعرض على أي شبكة برامج وأي قناة وأي محتوى وأي شريحة بالوقت، ولكن بقول لك إنه MBC 4 هواها ليس غربي، أصبحت قناة ترفيه عائلي للعائلة العربية الشابة اللي يعني بقلب المرأة العربية، و جوت تالنت شبابي، البروفايل تبع مشاهدي MBC 4 في بعض الأحيان بيكون شبابي، إذا ارتقينا إنه Arabs Got Talent يكون على MBC 4 وفي تكامل بين MBC 1 و MBC 4 لناحية ماذا نعرض، أين سنعرض The Voice بيبقى السؤال الكبير مع مين أيضا عليه بوقته. بس ختاما، ما جديد مجموعة MBC في الفترات المقبلة؟ جديد من ناحية البرامج أيضا؟ أجدد من اللي قلنا لك، يعني في The Voice أعلننا عنه في شبكة برامج رمضان، في دراما جديدة، يعني كل موسم في شيء جديد بنخبرك عنه بوقته.